إن شاء الله راح نتكلم عن سرطان الجهاز التناسلي. طبعا كلما تقدمت المرأة في العمر يعني سرطان الرحم وعنق المهبل زاد معدل ارتفاع نسبة السرطان في المرأة. أما بالنسبة يعني لعلاقة سرطان الرحم بالإنجاب يعني الأطفال فقد تبين أن معدل الإصابة يزيد مع زيادة عدد الأطفال، حيث أنه يعني تعرض الرحم لعمليات الولادة المتكررة يزيد من احتمال إصابة الأنسجة بالتهابات والجروح المزمنة التي قد يعني تؤدي إلى نشوء السرطان. أيضا أن الإنذار المبكر لسرطان الرحم يتمثل في النزيف المهبلي في فترات متقطعة ويزيد مع مرور الزمن أو نزول إفرازات مهبلية بدون أسباب مرضية، وتظهر علامة سرطان الخصية بصورة يعني بشكل عام عند الرجال. أيضا من الضروري استشارة الطبيب في هذا الموضوع. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم درس قادم.